مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. مع حضرتك احمد ابراهيم حجازي، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. كنت عايز ابلغ حضراتكم بالتطورات اللي حصلت في التحقيقات. دلوقتي حسن الحمد لله يعني لسه تعبان، بس يعني احسن من الاول، وعرضناه على الطب الشرعي، والطب الشرعي قال ان هو لازم يتعرض عليه كمان 3 شهور عشان يقدر يعمل التقرير بتاعه النهائي بالعاهه المستديمه وبنسبه العجز اللي هتحصل. طبعا حضرتك عارف ان ضربه زي كده ضربه في مقتل، وجت في المخ، وانغماس جسم معدني في المخ، وكسر منخسف في عظام الجمجمه. فطبعا ده حاجه هيكون ليها تداعيات في المستقبل، هيكون ليها تداعيات على نشاطه التعليمي ونشاطه الرياضي، لان حسن بطبعه اصلا رياضي. بالنسبه للتحقيقات، التحقيقات تمت، ولكن لحد اللحظه اللي احنا فيها دي المتهم ما تواجهش باقوال المجني عليه، ولا اقوال الشاهد، ولا اقوال والد المجني عليه. بجانب ان احنا طلبنا تفريغ الكاميرات، والكاميرات برضو ما تفرغتش. وحاجه تانية برضو ان المحامي المتهم دفع قدام السيد المحقق بكيديه الاتهام وتلفيقه من جانب والد المجني عليه لاستغلال نفوذه وسلطته، وانه دائم تحرير المحاضر الكيديه، ومنهم المحضر رقم 11075 لسنه 2021 جنح حلوان، من اجل الحصول على المال من اهليه الاشخاص. طبعا حضرتك زي ما انت عارف ان حاجه زي كده دي ليها عقوبه ومجرمه قانونا، وبتعاقب باشد العقاب، ده لو كانت صحيحه. اما لو كانت باطله والاوراق كمان جت خاليه من اي من سمى الدليل بشان تلك الاتهامات المنسوبه، وبشان المحضر اللي انا لسه ذاكر رقمه، والنيابه ما طلبتش لا صوره رسميه من المحضر، ولا طلبت ضم المحضر للقضيه. طبعا دي حاجه تضر بالمكانه الاجتماعيه لوالد المجني عليه، لان الوالد المجني عليه راجل محترم ويعمل بالقوات المسلحه. وطبعا لما حد يقول عليه ان هو بيبتز ناس وحاجه زي كده، دي حاجه تضر مكانته الاجتماعيه وتضر سمعته وسمعه اولاده، وطبعا الكلام ده ملوش اساس من الصحه. تاني برضو حاجه تانية، ان النيابه لما جت بتحقق مع المتهم اثبتت انه عمره 14 سنه، مع ان الحقيقه ان هو عمره 15 سنه وخمس شهور، لانه مواليد 29/1/2006. لما نيجي نحسبها لحد اللحظه اللي احنا فيها دي هو 15 سنه وست شهور. طبعا دي بتفرق في التجديد والتخفيف بالعقوبات المقرره قانونا ضد الاحداث. سليم. حاجه تانية، لما رحنا الطب الشرعي اكتشفنا ان الحرز اللي هو اداه الجريمه ومحل التحقيق لم يتم عرضه على الطب الشرعي رفقه المجني عليه او عقوباه، حتى يتمكن الطب الشرعي من تحقيق عما اذا كانت هذه الاداه قد تكون قاتله بطبيعتها من عدمه، ووفقا لطريقه استعمالها في احداث الاصابه. وجريمه الشروع في قتل وازهاق الروح مع سبق الاصرار والترصد، وكذلك جرائم التعدي على النفس، من اصول التحقيق فيها وفقا لتعليمات النيابه وتعليمات السيد النائب العام، لازم ان هي يبقى فيها معاينه ويبقى فيها تفريغ كاميرات، وعلى عجاله حتى لا تضيع الادله، ونحن نخشى من ضياع الادله.